ها هي سنة 2018 تنقضي لتترك لنا ذكريات قاسية عشناها بكل ألم وحزن. البداية كانت أقسى، فقد فقدت الجزائر 257 من خيرة أبنائها، حادث تحطم طائرة بوفاري لما شمل الجزائريين الذين ساندوا بكل ما يملكون عائلات الضحايا ماديا ومعنويا. استمرت 2018 لتستمر معها الذكريات. الساحة الفنية فقدت هذا العام كثيرا من أبرز أعلامها: كريم إبراهيمي المدعو كريم أوبسيون، محمد جديد المدعو هواري بوضو، أحمد حمدان، والفنان رشيد طه وجمال علام. عالم الطفولة هو الآخر له نصيب من ذكريات 2018، ليستمر كابوس السنوات الماضية للاختطاف. ولعل أبرز الضحايا الطفلة سلسبيل التي حكم عليها بالحرمان من طفولتها بتهمة البراءة. في سنة 2018 عاد وحش الهجرة الغير شرعية أو الحرقة ليضرب مرة أخرى، فبعدما كنا نعاني من فقدان شبابنا في عرض البحر، الآن أصبحنا نرى شبابا وشابات وأطفالا وعائلات طعاما للحوت. ذكريات حزينة مثلها مثل لحظة فقدان الشيخ أبو بكر الجزائري والمذيع يزيد أيد حمدوش، لتنتهي مع حادثة عياش محجوبي التي هزت قلوب كل الجزائريين. نعلم أننا نسينا الكثير، اذكروهم في التعليقات مع تعازينا لجميع العائلات. إن لله وإنا إليه راجعون.